السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. نفى البنك المركزي اليمني صحة الاخبار المتداوله عن تاجيل الوديعه من قبل السعوديه ونقل نشاطه من مدينه عدن. واكد البنك في بيان له انه يجري استكمال الاجراءات الاداريه والمصرفيه، وان توقيع اتفاقيه الوديعه السعوديه بمبلغ 2 مليار دولار سيتم خلال الاسبوع المقبل وبحضور كافه وسائل الاعلام. ونفى البنك فكرة نقل نشاطه وعمله من مركزه الحالي في مدينة عدن، مشيرا إلى أنه أصبح يمارس دوره بكل كفاءة واستقلالية. نتوقف مشاهدين عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل يمكن أن يعود البنك المركزي لدوره في ضبط الاقتصاد والعملة الوطنية، وما هي السبل وما هي العقبات الماثلة أمام تفعيل دور البنك المركزي؟ إذن أكدت عدد من الوكالات والمؤسسات النقدية الدولية استعدادها لمساندة البنك المركزي اليمني في عملية إعادة تفعيل دوره وتمويل مشروع البناء المؤسسي للبنك. جاء ذلك خلال اجتماع ضم قيادات البنك المركزي وممثلي وكالة التنمية الأمريكية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة التنمية البريطانية وصندوق النقد والبنك الدوليين وأيضا البنك المركزي الإماراتي في العاصمة الأردنية عمان. وبحسب وكالة سابا، فقد استعرض الاجتماع مهام الشركة الأمريكية التي تم التعاقد معها لمشروع الدعم المؤسسي للبنك المركزي وإعادة تفعيل مهام وإجراءات البنك وتوحيد آلياته القانونية في خدمة الاقتصاد اليمني. قبل النقاش مشاهدينا نتابع التقرير ومن ثم نعود. لا نقل ولا تاجيل، نفي صريح من البنك المركزي اليمني للأخبار المتداولة عن نقل مقره الرئيسي أو تأجيل الوديعة السعودية. يؤكد البنك المركزي أنه يمارس دوره بكفاءة واستقلالية، ويقول في بيان له إن فكرة نقل نشاط وعمل البنك من العاصمة المؤقتة عدن إلى العاصمة الأردنية عمان غير صحيحة. ويشير بيان البنك إلى أن الأخبار المتعلقة بتأجيل الوديعة السعودية أخبار ملفقة، موضحاً أن الإجراءات الإدارية والمصرفية جارية لاستكمال التوقيع على اتفاقية الوديعة، والذي سيتم بحسب البيان خلال الأسبوع القادم. بيان البنك أتى بعد أحاديث عن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى الأردن، وأخبار تحدثت عن تأجيل الوديعة السعودية لليمن والبالغ قيمتها ملياري دولار بعد توجيه من الملك سلمان في منتصف يناير الماضي. كان البنك المركزي قد نقل عملياته إلى عدن من صنعاء بموجب قرار جمهوري في 8 سبتمبر 2016، وأدى إصرار ميليشيا الحوثي على الاحتفاظ ببنك صنعاء كبنك موازن إلى تهاوي قيمة العملة المحلية. لكن عرقلة التحالف لاستقلالية البنك المالية وتعدد مصادر القرار في عدن جعل البنك وفق مراقبين يتعثر في ممارسة كامل صلاحياته ويعجز عن صرف مرتبات الموظفين بشكل منتظم. تبدو الأمور معقدة بالنسبة للبنك المركزي، فالأحداث غير المستقرة أمنيا وسياسيا بعدن عززت وفق دبلوماسيين قناعات لدى أوساط إقليمية ودولية بضرورة نقل إدارة عمليات البنك إلى الأردن لتنفيذ خطة اقتصادية وضعتها اللجنة الرباعية ترمي لتوحيد العمل المصرفي المنقسم بين الشرعية في عدن والانقلاب في صنعاء. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وأرحب بضيفي من المكلة. ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور باناجا، ومن إسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أبدأ معك دكتور باناجا، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك دكتور. يعني ذهب البنك المركزي إلى عدن وإلى الآن لم يظهر بالشكل المطلوب من نقله، يعني ما هي الأسباب؟ والله ربما تكون الأسباب يعني جرأة هذا القرار هي من التأثير الروسي للنجاح نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن. يعني الأمر طبعا يعني تهريب وخلق مقدمات ضرورية لنجاح مثل هذا القرار كشرط ضروري مسألة نجاحه. هذا أمر. أمر آخر أيضا تلقوا قياده البنك المركزي المعينه هنا بعد قرار عن الاقدام على اتخاذ الاجراءات ضروريه جدا بسرعه، يعني على الرغم انه
لان هذا مثل ما قال قرار بشكل يعني لم تعد المقدمات ضروريه للنجاح والصلاه. ايضا التاخر في توفير الخيوط ضروريه لشيء العمليه بشكل طبيعي جدا في البنك المركزي. نعم. ساعد جدا لعدم مقدره الكادر المصري في البنك المركزي على اداء مهامه. يعني ظل البنك المركزي خلال الفتره التي فيها عمليات من صنعاء الى اعلان. نعم. لا يؤدي الوظائف الرئيسيه الثلاثه المتصله بقانون رقم 14 عام 2000 الذي يحدد شريعه اساسيه جمله من الوظائف البنك المركزي ممكن تلخص بتنصيب البنك المركزي بانه بنك الدوله وانه بنك العلوم وانه بنك الرفاه. طيب دكتور محمد معذرة الأساسية التي قام بها البنك المركزي وظيفة الإصدار فقط. نعم نعم. وتحول البنك المركزي إلى خزانة عامة للدولة. نعم. ومع ذلك برضه لم يأتي وظيفة بشكل كامل كخزانة عامة للدولة لأنه عجز عن مرتبات. طبعا قضية ثانية تشوف الأمور لا تتعلق بالبنك المركزي بطريقة رئيسية. لأن البنك المركزي ما هو إلا وكيل مالي للحكومة. الوزارة المالية تقصد الوظائف الضرورية كرواتب في البنك المركزي، كاستاماتها في البنك المركزي. البنك المركزي ما هو إلا وكيل مالي للحكومة، يعني مش هو المعني بتعريف طيب عندك تعليم الرواتب وزارة المالية. طيب دكتور يعني أعتذر منك، سيتم معاودة الاتصال بك مرة أخرى. يبدو أن هناك مشكلة في الشبكة، لا أسمعك بشكل جيد. ريثما تعود مجددا سأذهب لضيفي الآخر الباحث الاقتصادي حسام السعيدي من اسطنبول. سيد حسام مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسام. يعني ما هي الأسباب من وجهة نظرك التي جعلت البنك بهذه الحالة؟ الحقيقة أن البنك المركزي هو أحد المؤسسات العاملة في ظل منظومة اقتصادية متكاملة. نعم. وهو وإن كان يقوم على رأس السياسة النقدية التي تمثل الجناح الثاني من جناح السياسات الاقتصادية التي يعني إلى جانب السياسة المالية التي تقوم بها الحكومة، إلا أن البنك المركزي مع الأسف في خضم الوضع السيء اقتصاديا وسياسيا، فهو ايضا لا يسلم من الوضع السياسي ومن التاثيرات السياسيه الموجوده. هذا اولا. ثانيا البنك المركزي نفسه الحقيقه لديه مشكله في البنيه. البنك المركزي نفسه خصوصا بعد نقله، نعلم بان كانت هناك مركزيه شديده في صنعاء، ونقل البنك المركزي الحقيقه هو نقل الاسم فقط في الى فرع عدن الذي لا يمتلك الكفاءه الكامله، ويحتاج الحقيقه الى فتره زمنيه، و إن كانت هذه الفترة حتى الآن أصبحت طويلة الحقيقة، ولم يتم البدء بالعمل وإصلاح المشاكل. الحقيقة هناك قصور أيضا إلى جانب المشكلة الأساسية. يعني المشكلة أنه سيد حسام يعني نضعها في الفترة أن الجهات المسؤولة عن البنك حتى تتمكن من أداء مهامها بشكل جيد تحتاج إلى فترة أطول، أم أن هناك يعني مشكلة أخرى، يعني مثلا لا توجد رؤية أم ماذا؟ يا عزيزي الاقتصاد هو عالي الحساسية للوضع السياسي بشكل عام. قبل أحداث عدن الأخيرة والحرب التي اندلعت هناك، كان هناك رواج في الحديث الاقتصادي عن الموازنة العامة وعن يعني عمل البنك المركزي وإلى آخره، ولكن ما لبست تلك الصراعات أن اندلعت والحرب إلى أن توقف الحديث في الجانب الاقتصادي نهائيا وتحول الانتباه للجانب السياسي، وهذا بطبيعة الحال يلقي بأثاره على الوضع تماما. نعم. يعني العملية السياسية نفسها والتعقيدات الموجودة في الساحة هي التي تلقي بظلالها بصراحة على عمل البنك المركزي بصورة أساسية، وهي ربما هناك بعض الأطراف الحقيقة التي ربما تؤثر بشكل رئيسي على عمل البنك المركزي، وقد تم التصريح بذلك سواء مسبقا أو لم يتم التصريح بها. هناك مشاكل حقيقة تواجه عمل البنك المركزي. نعم. المسألة ليست مسألة وقت فقط. صحيح الوقت هناك حاضر الوقت، لأن ما تم نقله كما ذكرت هو فقط اسم البنك المركزي، بينما الكفاءات سواء البشر سواء الأجهزة الإلكترونية سواء يعني كل ما كان من أصول موجود لدى البنك ما تزال موجودة في صنعاء، وموجود فقط المبنى في عدن والقيادة. ولكن مرة أخرى الحقيقة لا يوجد أداء جيد من الإدارة السابقة في البنك. محافظ البنك المركزي السابق لم يعود إلى عدن،
وهذه أيضا من ضمن الآثار الأمنية السلبية على إدارة البنك نفسه وإدارة البنك المركزي. طيب فيما يخص الميليشيا، يعني هل من وسائل يعني لو تم اتباعها سيتم إلزامها بضرورة التعامل مع البنك المركزي في عدن مثلا؟ أنا برأيي في تصوري أنه هذا الأمر غير متاح، لأن الميليشيا هي في حقيقة الأمر انقلبت على الدولة بالكامل، وهم حتى هناك إصدار صاروخ حسب الأنباء التي وصلت من بعض الصحفيين أنهم أصدروا قرارا أخيرا بعدم التعامل بالورقة المالية من فئة 500 ريال في محافظة إب وغيرها، وحتى أن المواطنين الذين كان لديهم الأموال من هذه الفئة وهي الفئة الجديدة بطبيعة الحال التي أصدرت أصبحوا لا يستطيعون صرفها في سواء بالنسبة للصرافين أو في الأسواق حسب الأنباء المتداولة. وبالتالي الحقيقة هناك يعني من تمرد واضح للعيان، وهناك أيضا مقاطعة لكل أعمال البنك المركزي من عدن وعدم الاعتراف بشروعية قرار النقل أو بالنقل تماما. الحقيقة أنه من قام بالانقلاب ومن قام بتدمير الدولة ويعني سلب البلد وإدخال البلد في إتون هذه الحرب لن يعترف بهذا الأمر، ولا توجد أي وسيلة البتة للتعاون مع ميليشيات الحوثي في هذا الجانب. وأنا برأيي أن قرار البنك المركزي كان قرارا صائبا فيما لو تم تفعيله بالشكل الصحيح وتم العمل بعد ذلك بأسس علمية وأسس مستمرة، بحيث أن عمليات الانقطاع والشغور الإدارية وعدم وجود الإدارة في عدن تخلق بعض الإشكالية الحقيقة. ويبدو أن هناك أيضا ضعف في التنسيق بين الحكومة وبين قيادة البنك المركزي، فنسمع بين الفينة والأخرى بأن البنك المركزي رفض توجيهات من رئيس الوزراء في إطار معين، والحقيقة أن البنك المركزي يجب أن يكون مستقل هذا الأمر. ولكن أنا أقصد فيما يخص صرف مبالغ باعتباره خزينة للدولة، يعني في أمور ربما كان يفترض به أن يتم تنفيذ بعض الأوامر. أنا ما لا أريد أن أقول أو ليس لدي اطلاع كامل على تلك الأوامر، إنما ما أريد أقوله أن هناك غياب للتنسيق. نعم. طيب بما يخص الوديعة السعودية سيد حسام، يعني هل للوديعة هذه يعني قدرة أو دور في حل جميع الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد والبنك المركزي على وجه التحديد؟ الحقيقة الوديعة الآن عودة البنك المركزي، وأنا عفوا عودة محافظة البنك المركزي المعين مؤخرا، أنا بتصوري بأنه مشترطة بوجود الوديعة، ورأيته أو من خلال متابعتي يقوم بعدة اجتماعات مع المسؤولين في السعودية لهذا الخصوص. الحقيقة أن في الأجل القصير يعني من 5 شهور إلى 6 شهور وربما حتى سنة، فإن الوديعة السعودية قد تضمن، لا أقول بأنها ستحل مشاكل اقتصادية، ولكن فيما يخص سعر الصرف قد تضمن استقرارا معينا، وقد تضمن أيضا تغطية يعني الأموال المخصصة للمواد الغذائية، أقصد فيما يخص الاستيراد، يعني توفير عملات الصعبة لهذا الجانب، ولكنها لن تحل المشكلة في الأجل الطويل. وبالتالي هي ربما تكون معالجة لازمة وضرورية، يعني تدخل طارئ، ولكنها أيضا لا تمثل حلا نهائيا، ولكنها بحد ذاتها في هذه الفترة ضرورية، لأن البنك المركزي الحقيقة شبه معطل ولا يستطيع القيام بأدواره المنوطة به كبنك، يعني فيما يخص السياسة النقدية وسعر الصرف بالذات. يعني نعم، إذن تكرم بالبقاء نعم سيد حسام، تكرم بالبقاء معي. سنشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا الدكتور يوسف سعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن. دكتور يوسف مساء الخير. مساء النور. أهلا بك دكتور. يعني منذ نقل البنك إلى عدن وهو في حالة موت سريري، يعني ما هي الأسباب في ذلك؟ الأول أنا تقريبا ما تابعت مجمل النقاش اللي تحدث فيه زميلي، ولأن ما عندي في المكان اللي أنا الآن فيه أتكلم تلفزيون، لكن هذا يعني ما يمنع أن أتحدث معه. على كل حال السؤال حول ما هي الصعوبات؟ كنت قد سألتك دكتور، يعني منذ أن نقل البنك المركزي إلى عدن وهو يعيش في حالة يعني لو وصفناها موت سريري، يعني ما هي الأسباب في ذلك؟ هو ليس موتا سريريا، لكن انتقال البنك المركزي في عدن إلى عدن كان يتطلب توفر جملة من الشروط الموضوعية والذاتية، وبالتالي
هناك عوامل حد عدت، لكن البنك المركزي خلال هذه الفترة الأقل أنجز موضوع دفع دور الناس وإصدار عملة مواجهة أزمة السيولة. هناك مشكلة كانت في البنك المركزي، وهي لابد من تدريس بناء المؤسسة البنك المركزي. يعني البنك المركزي يعني انتقل تقريبا من عمله من الصفر، وبالتالي تدعيم البناء المؤسسة له وتوفير الظروف الملائمة البشرية والتقنية ومجموعة من الأدوات يعني ما كان يحتاج إلى وقت. يعني الفترة دكتور هنا فقط، يعني الفترة الماضية منذ أن نقل البنك إلى عدن حتى الآن ليست كافية في أن يحدث تغيير ما في مسألة عمل البنك؟ هنا أصحح انطباع البشر أنه البنك مركزي يعني بنك للدولة، مؤسسة سيادية كبيرة. نعم. وبالتالي عملها عمل خارجي لا ترتبط فقط بالشروط المحلية، حتى لو كانت رغباتنا متوفرة، لكن البنك المركزي يحتاج إلى توافق وتناغم في المؤسسات الدولية مع أي إجراءات يتخذها أو دعم. يعني طبعا الدول المانحة والمؤسسات التقليدية والمؤسسات الدولية المعنية يعني كان تحتاج إلى وقت للتحاور معها، للاتفاق بشأن الإجراءات المطلوبة لدعم البنك المركزي. وبالتالي كما تعرفون البنك المركزي كان خارج وفاض، وبالتالي لا يوجد معه لا احتياطيات نقدية ولا إمكانيات. طيب في العلاقات الخارجية دكتور والتواصل الخارجي يعني وهذه كل هذه الترتيبات التي ذكرتها، هل يعني قام البنك يعني على أكمل صورة في هذا الجانب بعمله خلال الفترة الماضية؟ والله ما أستطيع أن أقيم دور البنك، لكن الجهود بذلت خلال الفترة الماضية، لكن المعيقات والتجاذبات السياسية المحلية والإقليمية والدولية بالتأكيد تترك أثر، لأن البنك المركزي لا يلعب كلاعب لوحده، لكن يلعب في إطار مجتمع ومنظمات داعمة ودول مانحة، وبالتالي الوقت لا تستطيع أن تأخذ الوقت كمقياس للتقييم مدى نجاحه أو من عدمه. نعم. طيب يعني هل يمكن القول يا دكتور أن الوضع الأمني في القائم في عدن يعني كان ضمن العوائق التي واجهها البنك برأيك؟ لا أعتقد أن الوضع الأمني هو سبب عوائق البنك المركزي. يعني ليس حتى من ضمن الأسباب. البنك نعم. ليس حتى من ضمن الأسباب. أنا أتكلم البيئة السياسية كلها في اليمن. نعم. كل البيئة السياسية ومع استمرار الحرب كلها عوامل معيقة لأي عمل سواء كان البنك المركزي في صنعاء أو في عدن. نعم. الإشكاليات المرتبطة في البيئة السياسية والبيئة الاقتصادية ومجمل العوامل الداخلية والخارجية المرتبطة الحاكمة المرتبطة في ظروف اليمن كل هذا تلعب دور معرقل لدور البنك أي كان مكان البنك. نعم. أنا أتكلم هنا وأنا كمحايد كاقتصادي محايد أرجو أن لا تتوضع يعني لا تسحبني في الإجابة على سؤال لا أرغب فيها. لا الموضوع لا ليس له أي يعني ارتباطات، فقط يعني هناك مسببات كثيرة لو تحدثنا عنها في مسألة إعاقة عمل البنك قد يكون الجانب الأمني جزء من ذلك، يعني هناك وقائع على الأرض يعني ليس تهكم ولا البيئة السياسية والبيئة الأمنية، لكن أنا لما تحدث أنا عن البنك المركزي لا أتحدث عن البيئة الأمنية. مثلا أنت تريد تتحدث عن بيئة أمنية في عدن، البيئة الأمنية لا تؤثر على وتقريبا مستقرة، وهذا يحدث في ظروف الحرب وفي ظروف التراجعات. لكن أنا أتكلم عن البيئة بشكل عام في اليمن، هذه البيئة مضطربة، بيئة حرب، وبالتالي أي عمل للمؤسسة نقدية كبيرة مثل البنك المركزي سيواجه مشكلات وصعوبة أي إن كان المحافظ البنك الذي يتولى زمام الأمور. لكن حجم الدعم الخارجي وحجم الدعم الدولي
يلعب دور مؤثر وحاسم في تطوير دور البنك المركزي في فيينا. لكن طالما يعني دكتور هناك اضطراب في البيئة السياسية وأيضا في الجانب الأمني ستظل المشكلة قائمة. تكرم بالبقاء معي دكتور يوسف، سأذهب لضيف الآخر حسام السعيدي وسأعود لأكمل معك. يعني سيد حسام، هل الظروف يعني باتت مؤاتية وكفيلة بعودة البنك المركزي؟ أقصد عودة عمل البنك المركزي، يعني ممارسة عمل البنك، يعني هو بالأخير كمبنى موجود في عدن لكن كعمل نعم متكامل. حقيقة أنه يفترض أن يقوم أن يمارس البنك المركزي مهامه من فور أو على الأقل من خلال هذه الفترة الطويلة عقب نقله، لأن الحقيقة البنك المركزي يجب أن يمارس مهامه. في ظل غياب البنك المركزي سيحدث انهيار كامل الحقيقة في البلد وانهيار نقدي كبير. كما لاحظنا مثلا قبل قرار نقل البنك المركزي كان هناك انعدام كامل للسيولة، وإن كان الآن الأمر تحسن نوعا ما ولكنه لم يتحسن تماما. الحقيقة نعم. الأوضاع ربما هناك قصور وربما هناك مشاكل وهناك الحقيقة ضعف في الجانب الآخر اللي هو جانب الحكومة. يعني نحن لا نحمل المسؤولية فقط على مؤسسة البنك المركزي ولكن أيضا على الحكومة بشكل عام، يعني في قصور في الأداء، وثم بعد ذلك ربما نتحدث عن المشاكل التي تعيق عمل الحكومة نفسها. الأوضاع ربما هي غير مواتية للعمل بشكل طبيعي، ولكن يجب على الأقل أن يكون هناك حد أدنى من المهام يقوم بها البنك المركزي في ظل هذا الوضع أو في ظل الأوضاع الموجودة. يعني طيب يعني بالنسبة كما طرح دكتور يوسف، يعني البيئة السياسية هل لها تأثير كبير في التأثير على عودة عمل البنك، وأيضا يعني كما أيضا يطرح الكثير عودة الجانب الأمني، هل يعني للبيئة السياسية والجانب الأمني تأثير كبير في عرقلة عمل البنك؟ الحقيقة أن البنك المركزي هو واحد من المؤسسات التي في نظام المنظومة الاقتصادية التي يتطلب أو تتطلب ممارسة عملها وجود نوع ما من الاستقرار السياسي أيضا والاستقرار الأمني. نعم. طبيعة الحال يعني النشاط الاقتصادي بشكل عام يتأثر بحالة عدم الاستقرار سواء السياسية أو سواء الأمنية، وبطبيعة الحال هذا الأمر ينعكس على مؤسسة البنك المركزي بصفتها أحد المؤسسات الاقتصادية والحكومية الحقيقة التي تواجه هذا الوضع غير المستقر. وبالتالي نعم هناك تأثيرات سلبية على أداء البنك المركزي وعلى أداء بقية المؤسسات الاقتصادية والخدمية بشكل عام. يعني الأمر في تصوري الشخصي ربما يعني معروف بأن هناك آثار سلبية، وآثار سلبية ربما تكون كبيرة في هذا الإطار. نلاحظ أحيانا أن المشاكل أو الاختلافات السياسية قد تؤثر على القائمين على مال البنك المركزي، احداث عمليات تغيير في قيادة البنك المركزي، المشاكل الإدارية المتعلقة بهذه التغييرات ومشاكل إدارية المتعلقة يعني انتقال الكادر من هنا وهناك، إضافة إلى مشاكل أخرى بالنسبة للأمن ووجود الكادر في عدن مثلا، ربما مشاكل تعترض النقل حتى عملية السيولة مثلا بين البنوك. يعني هناك بعض المشاكل نعم. الحقيقة التي تعيق عمل البنك المركزي نعم. أمنية وإلى آخره، ليس فقط يعني فيما يخص انا يعني السياسه النقديه والتدخل المباشر بالنسبه للصرف، ولكن ايضا حتى في اداره العمليه النقديه والاشراف على البنوك ومتابعه البنوك وخاصه الفروع الموجوده مثلا في مناطق خارج سيطره الحكومه. وبالتالي بطبيعه الحال هناك عراقيل كبيره تمنع ان يقوم البنك المركزي او تحد من نشاط البنك المركزي وممارسه مهامه بشكل كامل، ولكن ما نطلبه او ما ننادي به ان يكون على الاقل هناك حد ادنى من ممارسه المهام، وهذا ما نتوقعه ان شاء الله، ويعني يفترض ان يتم تفعيله. نعم، اذا اشكرك جزيلا حسام السعيدي باحث اقتصادي كنت معنا من اسطنبول. اعود للدكتور يوسف سعيد من عدن. يعني دكتور، كيف يمكن للبنك للعوده في ضبط الاقتصاد في البلاد، يعني من خلال الواقع والمعطيات على الارض؟ شكرا. انت اولا لم توزع الوقت بعداله رغم اني ما سمعت زميلي كل ما حديثه، لكن اريد اوضح انه البنك المركزي حتى ينهض بدوره الريادي كبنك للبنوك وبنك للدوله يجب ان يكون تتوفر في عدد ظروف الموضوعيه. الان هناك دعم كبير خارجي لليمن لدعم البنك المركزي
في هناك شركه امريكيه جرى الاختيار عليها للقياد المساعده في تطوير دعم البنك المركزي المؤسسي، وايضا توحيد الاجراءات القانونيه على مستوى اليمن الموحد او على مستوى اليمن بنوك اليمن بشكل عام. طبعا هذه الجهود تحتاج الى 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 اطراف خارجيه تساعد في تهيئه البيئه المناسبه لعمل البنك المركزي بضوء التعقيدات السياسيه. لهذا الان هناك جهود دعم المؤسسه النقد السعودي، المؤسسه المؤسسات الامريكيه والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. تدري الان حوارات او اتخاذ مجموعه من الاليات للمساعده في تدعيم البنك المركزي ومفاتيح اخرى ايضا من اجل الحفاظ على القطاع المصرفي والمساعده في اعاده الدوره النقديه، بحيث تدقق الدوره النقديه من البنك المركزي للبنوك التجاريه والعكس من البنوك التجاريه للفاعلين الاقتصاديين والسكان. هذا العمل يحتاج ايضا الى مساعده خارجيه وتقنيه ولوجستيه، وبالتالي الان الظروف بدات تتهيأ لانه وجدوا في ظروف دعم. طبعا الوديعه السعوديه ايضا رغم تاخرها، لكن الان نسمع لانه نشات حاله او انه السعوديه لم تعرف ستدفع لليمن، لكن في هناك بيان رسمي للبنك المركزي عبر وسائل اعلاميه يقول انه يتم التوقيع عليها جهائيا في الاسبوع القادم، وبالتالي ما نشا الان من ارتفاع السوق العام للاسعار واوصال اسعار الصرف لها علاقه في هذا البيئه ووجود حاله من عدم اليقين والشكوك بشان المستقبل، لكن الان اتوقع ان الامور تتحسن لانه الان في هناك دعم دولي واقليمي لليمن. نعم. خاصة فيما يتعلق بإعادة دور البنك المركزي أو تطوير دور البنك المركزي وعمل وتعزيز نشاطه وعلى مستوى المحافظات كلها. نعم، إذن نتمنى وصول الوديعة في الأسبوع القادم بحيث يتمكن البنك من إيجاد واقع جديد والعمل بشكل أكبر في تحسين وضع الاقتصاد في البلد. أشكرك جزيلا الدكتور يوسف سعيد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، أشكر أيضا ضيوفي الدكتور أو الخبير الاقتصادي الدكتور محمد باناجا، كان معنا من حضرموت ولم نستطع التواصل به مرة أخرى بسبب رداءة الشبكة، وأشكر أيضا الباحث الاقتصادي حسام السعيدي كان معنا من مدينة إسطنبول التركية. وفي الختام مشاهدينا نشكر لكم طيب المشاهدة، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا التحية من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.